انتوا طبعا سمعتوا عن حضراتكم عن الحجز القطارات اللي احنا اطلقناها في يوم 6 اكتوبر تحديدا من العام الماضي، كان باستخدام البلاي ستور او النظام الاندرويد السامسونج وما شبيه لي، وحجزنا وحققت نجاح مش بطال بالذات بالنسبه للشباب في كل انحاء الجمهوريه. في الصعيد بنجد ان في شباب دلوقتي الحمد لله بيحصلوا على تذاكر القطر والحجز بتاع القطر من البيت عنده، بيحجز عن طريق الموبايل ابلكيشن بالنسبه للقطارات المكيفه. مع معالي الوزير حقيقه بقى احنا مدينا البظله دهيت بحيث انها بتشمل بعض المعاملات كمان الماليه اللي خاصه بالمستخدم السكه الحديد في عمل اكشاك او كيوسك في محطات السكه.